الفكرة عن الاكتشاف وأهميته من خلال الأستاذ بسام الشماع عالم المصريات. صباح الخير يا أستاذ بسام. صباح النور وصباح الحضارة اللي بتبهر العالم. ده أكيد. عايز أعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن الاكتشاف ومدى أهمية هذا الاكتشاف مصريا وعالميا. هو هذا الاكتشاف حصل بالصدفة، وعلشان كده هو ده اللي أنا بقول ليه هو جذب العالم، لأن دائما الاكتشافات الأثرية اللي بتحصل بالصدفة بيبقى لها هذه الجاذبية وهذا الغموض للناس في الغرب والشرق، وعندنا في مصر هذه واحدة. اتنين، أنا مع دراسة للجزء العلوي للتابوت عن طريق الصور المتاحة وجدت أن هناك شيء غريب في هذا التابوت، أي أنه لا يحمل أي هيروغليفيات أو أي خرطوش ملكي ذلك الشكل البيضاوي اللي المفروض اسم الحاكم أو الملك صاحب التابوت يبقى موجود جواه في حالة التوابيت بتاعة الملوك والحكام. ومن هنا استنبطت فكرة أنه ربما يكون هذا التابوت ليس لحاكم وليس للإسكندر الثالث المقدوني المسمى بالإسكندر الأكبر أو الإسكندر الكبير كما يحلو لي أن أسميه. وفي نفس الوقت أنا بجد أن من الممكن جدا أن هذا التابوت يكون لحد من كبار القوم أو من الأثرياء في الإسكندرية القديمة، وبالتالي كان عنده الإمكانيات المادية أنه يعمل تابوت لنفسه بالمنظر ده. أنت النهاردة لما بيبقى عندك إمكانيات بتستطيع في مصر القديمة مثلا أن يبقى عندك تحنيط كويس، لو ما عندكش الإمكانيات المادية مش هتقدر تحنط كويس. هكذا كانت التوابيت، لو عندك الإمكانيات تقدر تعمل تابوت ممتاز وثقيل. هذا التابوت تابوت كبير في الحجم وأيضا ثقيل في الوزن، وده يخليه مهم ويخليه أيضا علامة استفهام وغامض حتى أن يتم اكتشاف ما حوله. ثالثا، التابوت غير موجود في مكان فخم، يعني لو ده كان الإسكندر الثالث المقدوني أنا كنت أتخيل أن مقبرته تبقى مقبرة فخمة. السؤال، هل الإسكندر الثالث المقدوني مدفون في الإسكندرية؟ أرد على حضرتك وأقولك من 39 سنة قراءة في التاريخ هو مدفون في الإسكندرية. أين؟ محدش عارف لغاية دلوقتي. لكن هلو؟ أيوة صباح الخير، تفضل يا أستاذ بسام. يبقى إذن نتكلم عن هذا التابوت اللي هو تابوت فخم ولكنه ليست بفخامة الحكام، يعني مش موجود هيروغليفي، مش موجود اسم الحاكم، ليس للإسكندر الثالث المقدوني. المكان اللي حضراتكم شايفينه فيه مش مكان فخم، يعني مش مكان موجود عليه مثلا جدران بها هيروغليفيات أو مناظر لأرباب أسطورية وآلهة إيزيس وأوزوريس وسات ونفتيس والحاجات اللي احنا نتخيلها في مقبرة فخمة للإسكندر الذي كان يحكم العالم في وقت من الأوقات.